مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ديرتنا. بالرغم من تعدد المشاكل التي تواجه الأسرة في مسيرتها التربوية، خاصة في مجال التعليم وسعي الأسرة لحل المشاكل التي تواجهها بكافة الطرق، إلا أن هناك مشاكل تستجد في عالمنا المعاصر، وذلك لما نشهده من تقدم علمي في مجال الطب ومجال الدراسات النفسية. كثيرا ما عانى الأطفال في سن الدراسة بالاتهام لهم بالقضاء وعدم القدرة على التعلم، ومقارنتهم بمن هم في نفس السنة الدراسية. والدراسات النفسية أوضحت أن هناك أسباب للطفل فيها بريء، فهناك بعض أنواع القصور الذي يعاني منه بعض الأطفال يكون ناتج عن أمراض نفسية أو عضوية كذلك لا يدركها الوالدان، مما يجعل الطفل تحت ضغط نفسي لا يتناسب مع طفولته البريئة. القصور التي يعاني منها بعض الأطفال وأسبابها راح نتناولها مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ محمد القطامي، رئيس الجمعية الكويتية للديسليكسيا. حياك الله أستاذ. مثل ما أنت قلت لي في بداية الحلقة، قسمها ثلاثة أجزاء، ديسليكسيا صح؟ عدل؟ نبيك تكلمنا أستاذ محمد، بما أنك أنت ضيف اليوم عندنا والموضوع وايد مهم، أكثر الناس ما يعرفون شنو هو هذه الحالة، كذلك أنت قلت لي لا تسميها مرض، سمها حالة. صحيح. فنبي صحيح. نعرف الناس أو السادة المشاهدين بهذا المرض، شنو أسبابه وطرق علاجه. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشرفني أني ألتقي معك في هذا اللقاء، وأشكر أنا اللي زيدني شاهد أيضا في برنامج ديرتنا، ونأمل إن شاء الله من هذا اللقاء أن يكون فيه فائدة للجميع. نتمنى. موضوع الديسلكسيا. نعم. اللي هي في العربية تسمى عسر القراءة. نعم. يلفظ هذا اللفظ كمشكلة في القراءة، بينما هي لها مشاكل أخرى. يعني هي ظهرت طبعا لما أصبح في تعليم إلزامي، وبدت الناس يعني يطلب منها أن يكون لها تأهيل علمي بشهادات معينة. حلو. هذا الأسلوب العلمي ما لائم فئة من الناس. نعم. فبالتالي أصبح عنده مشكلة تعليمية. هو ما لائمتهم التعليم الإلزامي؟ أي الأسلوب التعليم الإلزامي، الأسلوب التعليم نفسه ما لائمهم. شنو اللي لائمهم؟ يلائمهم أسلوب تعليمي مختلف. نعم. مثل استعمال الحواس. نعم. يعني عادة أسلوبنا معتمد على النظر والسمع فقط. حلو. أداتين، يعني عندنا إحنا ست حواس ممكن تنتقل لها المعلومة للشخص. نعم. إحنا نستغل فقط حاستين، حاسة السمع وحاسة النظر. نعم. وأسلوبنا التعليمي جيد حق الأغلبية الناس، لأنه يلائمهم، لأنه نقل التعليم هو نقل معلومة. نعم. لكن هذه الفئة تحتاج إلى وسائل أخرى تنقل لها المعلومة غير السمع والنظر. حلو. مثلا اللمس أو الشم. نعم. وأيضا استعمال التكنولوجيا. نعم. هذه أدوات إحنا ممكن نسمونها استعمال الحواس متعددة في نقل المعلومة. هذا أسلوب حديث الآن في التعليم، بحيث أنه ما أختصر فقط على الأدتين هذه. فإذا هذا الشخص حطيناه في هذه البوتقة، ما راح يكون عنده مشكلة تعليمية، ما راح ينتج، ما راح ينتج، ما راح يتعلم يستفيد. أي نعم. وقد يضرنا أيضا. يضرنا لأنه هو عنده قدرات، هو ما عنده يعني ذهن جيد، قدرات. نعم. ساعد يكون أيضا يعني لو نشوف ذكاء اللي يجد في بعضهم حتى فئة العباقرة. نعم. لكن كون إحنا حطيناه في هذه البوتقة الغير ملائمة له، فبالتالي ما عطانا قدرات اللي موجودة عنده، فاحتمالنا يضرنا، فبالتالي احنا جنبناه على جنب. نعم. عزلناه عن المجتمع. عزلناه. نعم. وبالتالي ما يقدر يحصل على وظيفة لأنه ما عنده تأهيل. نعم. فبالتالي كأننا نقول روح دبر نفسك، فهو طبعا شلون يدبر نفسه؟ يلاقي نفسه لازم أمور غير قانونية، فيصير مجرم، نقدر نسميه مجرم، يلجئ إلى أشياء غير قانونية. نعم. بحيث تعرف إن صار مجتمع مادي. نعم. اللي ما عنده موارد مادية ما له قيمة صار. نعم. فيضطر يقوم في أشياء غير مادية، بالتالي هذه أكثر فئة تضرنا إذا إحنا ما ساعدناها لمصلحته، من مصلحته هو. نعم. لمصلحتنا إحنا كمجتمع خبراته. طبعا شلون يقدر يضرنا أستاذ محمد؟ يعني شنو الوسائل اللي عنده إنه يقدر يضرنا فيها؟ يعني هم بما أن عنده قدرات ذهنية جيدة. نعم. وهو بيحتاج لموارد مالية. نعم. وإحنا ما فتحنا المجال الطبيعي مثل كوظيفة. نعم. يروح يشتغل فيها، فيضطر مثلا. نعم. أنه يروح على الجانب أنه كيف يستغل الظروف الغير قانونية في إيجاد موارد، مثلا تزوير.
يوصل لمرحلة التزوير، يزور عملات مثلا، يزور لوحات فنية. وبما أنه هو مبدع يقدر يعني يبدع في هذه الطريقة طبعاً. وصعب أنه ممكن أن نعرف أن هذا هذا الإنسان بالضبط مزور بالضبط. وبعدين هذول دائما يعني خسارتهم كبيرة، يعني ما يهبشون على الخفيف. نعم. يهبشون على دسم مثل ما نشوف الأفلام. أي نعم. المزورين اللي يزورون. أي نعم. لاحظنا حتى بالأفلام الأجنبية، يمكن الأفلام الأمريكية مثل ما شفنا، يستفيدون من بعض المساجين أو بعض المرضى طبعاً. بما أنه يكتشفون المزورين. أيوة. فهو الشخص هذا بما أنه يكون مزور أقدر أستفيد منه طبعاً. يكشف لي المزور. ممكن هذا ممكن. نعم. وأيضا عندهم يعني قدرات في يعني أشياء فنية. نعم. لأنهم عندهم شيء يعني نسميها نظرة شمولية. نعم. فهو مثلا ممكن من نظرة شمولية يعرف في القانون هذا ضعف معين فيستغله، عرفت كيف؟ نعم. فبالتالي يقدر هو يسوي مثلا غسيل الأموال، يوصل لهذه أكثر ناس يقومون في غسيل الأموال وهم من هذه المجموعة. إيه طبعا، لأنهم عارفين كيف يرتبون أمورهم، وبالتالي يحصل على موارد مالية عالية، وتلاقي عايش يعني برفاهية وقدرات، لكن للأسف كل هالأموال اللي هو عنده جايفها بطريقة غير قانونية، فهو ضرنا كمجتمع. فلذلك احنا واجبنا كمجتمع ان بدل ما يكون سلبي في المجتمع ويضر المجتمع يعني اكثر فئه تضر المجتمع هذه، الا نحولها ان اكثر مجتمع تفيد المجتمع هذه نفس الفئه هذه. نعم. فنحولها من سلبيه الى ايجابيه، وهذا شيء احنا اذا العمل هو لمصلحتنا قبل ما يكون لمصلحته هو يعني. حلو. شفنا من هذه الحالات بالكويت، من هذه الحالات العباقره المزورين مثلا مثل ما احنا قلنا موجودين. ايه. عندنا بالكويت كثير موجودين. احنا سوينا بحث ميداني في مدارس الاحداث. حلو. في الكويت. نعم. عندنا حوالي احنا 8 مدارس احداث. نعم. وجدنا نسبة الإصابة في مدارس الأحداث 25%. نسبة كبيرة؟ طبعاً 25%، ربع الأحداث. نعم. هذول ما دشوا مدارس الأحداث لأنه أشرار، خلي بالك. نعم. يعني قد يكون شخص طيب وحنون ويحب، لكن احنا دفعنا له هذا الدفع. نعم. بالتالي ليش نخسرهم؟ هذا خسرناه. نعم. إذا احنا ما انتبهنا له هذا راح يضر المجتمع، الآن هو في الحدث لكن بكرة يكبر. نعم. هاي يبين لك انه منتشرين عندنا في مدارسنا. احنا ايضا سوينا بحث ميداني، وهذا البحث ميداني اول بحث ميداني على مستوى الوطن العربي. نعم. قلنا خلينا نشوف المشكله هاي موجوده في مدارسنا ولا لا. فاحنا غطينا كل محافظات الكويت الست. حلو. واشتغلت معنا الامم المتحده، واشتغلت معنا وزاره التخطيط، واشتغلت مع وزاره التربيه وبعض اهل الخير. هذا بالتعاون مع جمعيتكم. مع جمعيتنا. نعم. طبعاً. حلو. في النهايه ظهر عندنا اصابه كبيره في مدارسنا من الطلبه والطالبات. نعم. هذا ايضا يعني لابد احنا يعني يكون لنا جهد بحيث يعني ما يكونوا بكره سلبيين عندنا في المجتمع هذا. طبعا. نعم. اذا بنتكلم عن هذا المرض استاذ محمد، يعني اتوقع الحديث كبير يعني راح يكون، يعني صراحه صدمه ان بعض المبدعين او بعض المجرمين صاروا من اصحاب هذه الحاله. اذا بنتكلم عن هذه الحاله بشكل اوسع استاذ محمد، نقدر نسمي اغلب المبدعين فيهم هذا المرض؟ والله نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. تقريبا. والله احنا الحين مثلا يعني اخر احصائية طلعت. نعم. انه خلينا نشوف نسبة الناس البليونيرية في العالم. حلو. هذا يعني هذا الابداع الحقيقي يعني. نعم. اللي هذا الابداع. اللي فعل الخردة. نعم. لقوا ان نسبة الناس المصابين في بليونيرية العالم حاليا هالايام هذه. حلو. 20%. 20% من البليونيريه مصابين بهذه الحاله. مصابين بهذه الحاله، ومع ان احنا شنو؟ احنا مو فاتحينهم المجال. نعم. يعني في الوضع اللي احنا قاعد نحاربهم. حلو. مع هذا 20% من البليونيريه هم عندهم، فما بالك احنا لما نحولهم لجانب سلبي. قد تصل الى 50% من بليونيريه العالم عندهم الاصابه. نعم. خلينا نخصصها شوي بالكويت. في نعم. بعض الحالات المشهوره بالكويت تعاني من هذا المرض. اي موجود. من؟ والله هم طبعا بعض الناس ما يحبوا يظهروا. نعم. لكن مثلا عندنا اخت ما شاء الله احنا دائما نفتخر فيها، هي بنت الممثل الكبير حسين عبد الربع. بنته. نعم. يعني هذه وصلت الى انها صارت يعني ماجستير عندها ما شاء الله، وقدراتها كثير طيبه، وعندها يعني ما شاء الله رغبه بالتعاون. نعم. وهي مصابه في هذا المصاب، ما عرفوها الا لما راحت الى الجامعات في الخارج وكشفوها في الخارج، لان هاي كنا نعاني منها في الكويت زمان، انه ما عندنا حتى تشخيص لهذه الحاله في الكويت يعني. وغير بنت الفنان عبد السيد رضا، منو عندنا بالكويت من المشاهير، من الناس اللي تشوفها مثلا؟ والله طبعا احنا يعني الكبار من الصعب يتم تشخيصهم، لان احنا ما بدينا الا في مؤخرا في الكويت يعني. يمكن سؤالي شوي محرج خاصه احنا بالكويت هني نعاني من هذه في الناس ما تحب. نعم. ما تحب تخبرنا. نعم. لكن احنا مرت علينا كذا حاله، يعني مرت عندنا بنت يعني ما اذكر اسمها حاليا، لكن في منصب كبير في الكويت. نعم.
لكن قدرت يعني مع أنه ما تم اكتشاف الإصابة عندها إلا وقت متأخر، لكن لأن عندها قدرات وإمكانيات ويعني جاهدت واشتغلت بجد ويعني بجد كبير، أصبحت الآن مسؤولة كبيرة في أحد الشركات ما شاء الله في الكويت هنا عندنا. ولما تقعد معانا نشوف لها أسلوبها في 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 التعامل مع الإصابة اللي عندها، هي خلقت أسلوب جديد، هاي بين قدراتهم الذهنية خاص فيها، يعني خاص فيها. اسلوب خاص فيها فريد لا قدراتها، نعم. فبالتالي لما خلقت هذا الاسلوب قدرت تتعايش مع المجتمع، نعم، وقدرت تبدع مع المجتمع. حضرت لنا استاذ محمد القطامي بعض الصور عن بعض المشاهير اللي يعانون من هذه الحاله، نعم. جنزين ان نشوفها، نعم، على الشاشه من بعض الحالات هذه اللي الناس يمكن ناطره ان تشوف منو اصحاب هذه. اول واحد توم كروز طبعا هذا يعاني من هذا المرض، يعاني ايوه، وهو شخص مثلا مشهور، بوش الأب، الابن اي نعم. نعم بوش الابن، نعم بوش الابن، نعم. كذلك بيل جيتس، هذا بليونير، نعم، حد بليونيريه، نعم، من اشهر الناس، نعم، بليونير طبعا. اكثرهم شهره اينشتاين، الكل عارف هالمرض عرفه من اينشتاين. اي وبعدين ايش يعني، شوف الخير اللي للبشريه من وراء هذا الشخص، نعم. واينشتاين لما ظهر كان ذيك الساعه ما في تعليم الزامي، نعم. الان يوجد عندك اينشتاين وانت تقتله، موجود عندنا، اي يعني القدرات هذه موجوده، نعم، القدرات موجوده باصحاب هذه الحاله، لكن وضعنا التعليمي ما يسمح لها تظهر. في السابق اينشتاين ظهر، يعني اينشتاين طرد من المدرسه عمره 7 سنين، نعم، على اساس انه هذا ما منه فايده بسبب هذه الحاله، بس ما كان في تعليم الزامي، يعني راح عند الناس والناس قالوا ها يلا اشتغل. يعني كنا تذكر في السابق الواحد لما يشتغل كان لو عنده ابتدائي يشتغل، نعم، بعدين لا ما حصل ابتدائي فقال يعني متوسط. في السابق اللي كان يشتغل احسن من المتعلم كان طبعاً، يعني نعم. كان ذيك الساعه ما كان يطلبون منك شهادات عليا، نعم، خبره. الحين حتى اللي يب جامعي ما يشتغل الحين يقول تبي تشتغل خذ دكتوره، صح، ولذلك حتى الدكتوره بعد فتره تلاقي يمكن ما، يعني كل هذا معناته صعوبات اكثر وعراقيل اكثر امام اللي عندهم مشكله تعليميه، عندهم صعوبات. احنا قاعدين يعني يصير صعب عليه يكون شخص إيجابي في المجتمع ونستفيد من قدراته. يعني عندنا أشخاص مثل أينشتاين موجودين، نعم، لكن الفائدة لهم ما قاعدين إحنا نستفيد من هذه الفائدة، خسارة لنا، يعني خسارة، نعم، يروحون مني، يعني واحد بهذه القدرات أنا ما استفيد منه. بصراحة أستاذ أنا خايف من بعد الحلقة هذه أن تينا بعض الأشخاص يقول لك أنا عاني من ديسلكسيا. والله يا ريت، إحنا أنا خايف أنه يدعي، ما نخاف نفرح، لأن طبعًا عندنا أدوات تكشف. في عندكم ادوات تكشف الشغله هذه؟ طبعا، يعني نشخص الحاله، يعني مثلا انا لما يجيني واحد يقول عندي الحاله، نعم، ما يفيدني لما يقول انا عندي الحاله، في بعض الاجراءات لازم اعرف هالحاله لها 3 اشياء مهمه ابحث عنها لما يجيني. تمام، عطنا اياهم استاذ. الحاله الاولى شده الاصابه عنده، اكو اصابه شديده، اصابه متوسطه، اصابه بسيطه، وانتم تعرفون الشغله هذا لازم بالاختبار يبين عندي، نعم. ايضا قد يكون عنده اكثر من اصابه، نعم، عنده إصابة في الديسلكسيا، قد يكون عنده إصابة في فرط النشاط، نعم، قد يكون عنده إصابة في الديسكالكوليا، ديسبراكسيا، هاي كلها احنا تظهر عنده متنوعة، عنده يعني أنواع من هذه الحالة متفرعة، لا يعني فيها أكثر من صعوبة، عنده أكثر من صعوبة، عرفت؟ نعم. أيضا في ناحية مهمة ثالثة، أنه ليس ما أبحث فقط عن ناحية الضعف، نعم، أبحث أيضا عن نواحي القوة عنده، نعم، لأنه يفيدني فيما بعد عندما أشخص الحالة وأفهمها بدقة وأشوف نواحي القوة ونواحي الضعف، اني يعتمد على نواحي القوه، نواحي القوه ترفع لي نواحي الضعف عنده. حلو. فاكتب يسمونها خطه فرديه علاجيه لكل شخص حسب قدراته، بحيث هذه الخطه هي الطريقه اللي انا عالجه فيها. نعم. خلنا استاذ محمد القطامي ناخذ اتصال، معنا اتصال من السيد جمال جمعه، مساك الله بالخير استاذ جمال. مساك الله بالنور. عضو معاكم استاذ. نعم، عضو في الجمعيه الديسلكسيا، حياك الله ومساك الله بالخير. الله يسلمك ويعافيك ان شاء الله. يا هلا. انا حبيت اسال ضيفك الكريم، نعم، ما هي نشاطات الجمعيه خارج الكويت؟ نشاطات الجمعيه خارج، راح نتكلم بهذا الموضوع. عندك سؤال ثاني بعد استاذ جمال؟ سلامة عمرك. حياك الله، الساعه المباركه. حياك الله. حياك الله. واحد عضو معاكم بالجمعيه، نعم، يسال عن نشاطات الجمعيه. نعم. خلينا نسمع عن نشاطات الجمعيه. اشكرك يا ابو عبد الله، سؤالك هذا وايد مهم ويهمنا، ان فعلا احنا استاذ ناصر لما اشتغلنا، نعم، فوجئت انه ما حد في الوطن العربي اوجد لنا ادوات للدسلكسيا. انتوا وجدتوها بنفسكم؟ اضطرينا نوجدها، نعم، لان ما في حد، ما في، يعني كيف انا يعني بدخل معركه الان مع الدسلكسيا، نعم،